واسمرها في اليوم ينتشر بكثافة على شبكة تويتر في السعودية. الأمن السعودي يتدخل والمغردون ينقسمون حول الموضوع، والبعض يحمل المسؤولية للنسويات. فماذا حصل؟ نشرت فتيات سعوديات قضية شابة تدعى لها في اليامي، قالوا أنها صديقتهن وتلقى معاملة سيئة من والدها. هؤلاء قمنا برفع وسم طلبنا فيه إلى مستخدمي تويتر نشر الموضوع على نطاق واسع حتى تلاحظه القوى الأمنية وتؤمن الحماية لصديقتهن. بحسب المعلومات المتداولة، رهف تبلغ من العمر 18 سنة وتعيش في منزل عائلتها في نجران. صديقة الشابة قالت أن الوالد لا يحسن معاملة رهف وبقية أفراد العائلة، وشاركت مقطعا صوتيا للأخيرة تبكي وترفض الخروج من غرفتها بينما يحاول والدها فتح الباب. الفتاة حاولت التواصل مع الجهات الأمنية المختصة لكنها لم تلقى جوابا، فأخبرت صديقتها بما يحصل معها حسب ما قيل. مع انتشار الموضوع على تويتر، تحرك الأمن السعودي لمعالجة الأمر وشارك الحساب الرسمي لأخبار السعودية تغريدة جاء فيها أن شرطة نجران قامت بتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة. وبحسب المعلومات، رهف اتصلت بصديقتها بعد ذلك وأخبرتها أنها صارت بخير. صديقة رهف قالت في إحدى تغريداتها أنها ليست المرة الأولى التي يسيء فيها الوالد معاملتها. الفتاة قالت أن ذلك حصل مؤخرا في رمضان، لكن الشرطة اكتفت بالحصول على تعهد من الأب بعدم تكرار الإيذاء. الموضوع أثار موجة جدل واسعة على تويتر لأسباب عديدة، من بينها الخدوش الظاهرة على اليد في إحدى الصور، إذ استبعد مستخدمون أن تكون حقيقية. البعض دافع عن الشابة وطالب بالتشدد في موضوع إساءة معاملة النساء ومعاقبة الفاعل سريعا، لكن آخرين اعتبروا أن النسويات هن السبب في إفساد الفتيات ودفعهن إلى إساءة التصرف وإثارة غضب الأهل.